قادته الأقدار وطلب الرزق إلى مكة المكرمة، حيث بدأ أولى خطواته في الألف ميل بحياة بسيطة. فعمل صبياً يعد الشاي ومراسلاً لتوصيل البريد، لم يسمح للملل أن يجد إلى نفسه طريقة، بل قاده شغفه إلى التعلم في مجال الصرافة والاحتكاك بأصحاب الخبرة. كان ينصت أكثر مما يتكلم، لذلك فهم الدرس جيدا واشتد عوده وأصبح رائدا في مجاله. شخصية الألف ميل رجل الأعمال، الأستاذ إبراهيم بن عبد الله السبيعي، أحد مؤسسي الصرافة في السعودية. طبعا بداية العم محمد والوالد كانوا في القصيم في عنيزة، وصل هنا لفرص أكثر في مكة المكرمة، جو من القصيم، فبدأ عمل بسيط جدا، كان سقى المياه، توزيع المياه في مكة، وبعدين اشتغل في الحراج في مكة كذلك. يعني كان عمل بسيط على أساس أنه يوفر المعيشة له ولأخوه، كانوا أخوانهم مع بعض، والوالدة هم اللي كانت في القصيم، فكانت حياتهم جدا بدائية. طبعا لأنه مكة المكرمة الحمد لله فيها فرص كثيرة للعمل، وفيها وصول الحجاج والمعتمرين، فكانت هي المصدر الأساسي للمملكة كلها يعني في التجارة. هذه بداية العيش. بعدين يعني تحول عملهم إلى تعين في محل تجاري في مكة في الجودرية كعامل أو صبي. بعدين بعد كذا صار في تشارك مع أحد الأخوان في مكة المكرمة سليمان الغنيم، وعمل معه تجارة الأقمشة، فكان يصدرون الأقمشة وبعض المواد إلى الرياض ومنطقة نجد. بعد كذلك تحول عمل خاص له الوالد والعم في عمل الصرافة في مكة المكرمة، وجدوا أن الحجاج يقدمون معهم عملات مختلفة فيصرفونها لهم بالعملات السعودية. طبعا كانت كلها بدائية، أسعار كانت تصلهم بعد مدة طويلة غير محدثة، يصلهم بعض العملات الغير سليمة، يعني كانت فيها مخاطرة، لكن عمل جديد على المنطقة مكة. وكان في لهم زملاء ذيك الأيام، كان في سالم بن محفوظ رحمه الله، صالح صيرفي، كان في الكعكي، كان في بعض مجموعات بغلف، فزملائهم في هذه الفترة. تطور العمل الحمد لله في عمل الصرافة، ففتحنا فروع في جدة وفي المدينة وفي الرياض، فصار عملنا الأساسي هو الصرافة، وتستمر عملنا في الصرافة بالإضافة إلى أعمال أخرى كانت يداولها الوالد والعم في الأقمشة في مكة المكرمة وجدة. انتقل الوالد والعم، انتقلوا إلى جدة، وأنا بعد ما انتقلوا إلى جدة أنا كنت في العمر يمكن حوالي يمكن يعني 8 سنوات 10 سنوات كنت في المدرسة. بعد ما وصلت لمرحلة المتوسطة بدأت أشارك بعد المدرسة في المكتب قريب من مدارس الفلاح في وسط جدة، كنت أذهب إلى المكتب في شارع قابل دكان العمل الوالد والعم، فكنت أشارك معهم في أعمال بسيطة، مثلا كنت أسوي الشاهي للموظفين، كنت كمراسل للبنوك أو الشيكات أو البريد، مجرد يعني من الصفر، بدأت من الصفر العمل، فكنت أشارك معهم، وكان احتكاكي بالموجودين، كان كثير من عملائنا يعني نستفيد منهم مجالسهم ويزوروننا، يعني كانوا على عيني الحمد لله يزورونا نستفيد منهم كثقافة يعني، فكنت وجودي معهم أسمع منهم وأتعلم منهم. وجود المسجد بجوار المكتب كذلك يعني كان دافع لي، يعني هذا العمل الأساسي اللي كان بدأت فيه أنا من بداية. بعدين الوالد يعني أعطاني أعمال أخرى، أطبع على كاتبة، وأنا بإضافة إلى عملي إلى دراستي في مدارس الفلاح أجي أطبع طباعة الآلة الكاتبة العائلية، أخذت دورة في تحسين الخطوط والآلة الكاتبة في باب مكة،
يعني واحد يحاول يطور نفسه. كنت أتمنى أني أستمر في دراستي الجامعية والماجستير، لكن الوالد يعني رغب أني أكون معه في العمل التجاري، والحمد لله كانت خيرة، يعني استفدت كثير، والعمل التجاري والعمل الحر والتنمية اللي الحمد لله حصلت يعني استفدت منها كثير، فكانت الخيرة يعني كل ما اختار الله الحمد لله خير. والله بفشك في البداية، يمكن في البداية نعم لا بد واحد يكون يعني يسمع أكثر من يتكلم، يستفيد من المجلس، يستفيد من الاحتكاك الموجودين، العلاقات العامة. في البداية بفشك واحد يكون يعني حريص إنه يعني على كل كلمة على كل حاجة، لكن الحمد لله بعد الممارسة والاحتكاك ووجودي مع المجتمع هذا يعني استفدت كثير، صار عندي جراءة الحمد لله أني أتكلم في مواضيع محدودة يعني تخصص، صار عندي يعني مثلا بعد ما سلمت العمل الصلاحيات من الوالد يعني صار عندي جراءة في اتخاذ قرار وفي صفقات معينة، فيه شيء كسبت وفيه شيء خسرت، لكن الصلاحيات هي يعني مهمة، واتفاق يعني الحمد لله توكل على الله أهم شيء. وصلت إلى مرحلة ثانوية العامة، قد ثانوية العامة في جدة، وكنت أتمنى أن أكمل في جامعة الملك عبد العزيز، لكن ارتباطي في العمل مع الوالد وحرص الوالد أن يكون معه دائما، وأنا كذلك يعني شفت العمل أسهل من الدراسة يمكن ساعدني هذا، فكان يعني كنت عمل، وعمل كان لذيذ ولطيف يعني وفي فائدة وفي طموح وفي رؤية، يحس يعني واحد أنه يعني بينتج، فأراد الله أني أداوي العمل أكثر من الدراسة ووقفت الدراسة. والله لا، أنا أكد على أنه الاستثمار الأبناء في الدراسة والتعليم هذا ضروري جدا، يجب أن يتعلموا، يجب أن يسافروا، يجب يعني يكون في عندهم تعليم جيد، هذا مهم استثمارهم، العمل يجي فيما بعد، لكن لا يعمل أنه يكون في عنده عمل يعني يشارك فيه في وقت فراغه، يشارك في مجالس الرجال، يشارك في بعض الأشياء، هذه كلها ضرورية يعني. بعد ما خلصت الثانوي، بس والله ما أتذكر التاريخ بالضبط، بعد ما خلصت الثانوي يعني صرت أداوم في المكتب بصفة أكثر، وكنت بدأت يعني من الصفر، أنه يعني كنت أجلس جنب الموظف، كان عندنا موظفين حضارم، وأنا يعني أشكر الحضارم إن شاء الله جهودهم وثقتنا بهم وتعليمهم وأمانتهم، فكنت أجلس بجوارهم وكاتب عائلي مثلاً، واستفيد من كتاباتهم، من سنداتهم، كيف يكتبون، كيف يصفون، وتدرج فانتقلت للموظف الآخر، كيف الحوالات مثلاً، طابع الآلة، فكنت أخذ يعني كل موظف أجلس معه شوي يعني يوم يومين ثلاثة أسبوع حتى أستفيد من خبرته. يعني بعد حد ذلك صار الوالد يعني يعتمد علي يعني في أشياء أخرى، زي ما قلت لك رحنا لمصر، لما رحت مصر عشان الحوالة، أحياناً في أشياء أخرى نسوي علاقات مع بنوك أجنبية، رحت لندن، فيعني صار فيه يعني هذا قبل العمل الأساسي، هذا مجرد بالبداية. يعني أتذكر مثلاً القصص يعني مثلاً في بريطانيا لما رحت زيارة لمدير فرع، مدير بنك، حددنا موعد معه، لما دخلت عنده، تعرف الإنجليزي يعني عنده برستيج ونظاميين، كان جالس على مكتبه، قام من مكتبه ولبس الجاكيت تبعه 3 pieces وجلس يعني بطريقة، قال سوري يعني عشان يستقبلني يعني، يعني شوف كيف عندهم النظام يعني الإنجليزي يعني كذا دقيق. أتذكر بعدها فترة كذا حوالي فترة شهرين ثلاثة رحت لنيويورك ورحت قابلت مدير فرع، فلما دخلت عنده كان جالس على مكتبه حاط رجله فوق الطاولة يأكل تفاحة، هاي يعني مجرد يعني ما عنده أي ولا قام ولا تحرك ولا شيء، ها جلست أنا جنبه وخلصت شغلي معه ومشينا. فشوف كيف الثقافة تختلف من منطقة لمنطقة يعني، فهذه كلها واحد يعني يستفيد من الاحتكاك من العمل هذا. لم يكن الطريق مفروشا بالورود بل محفوفا بالمخاطر والتحديات. تطور عمل إبراهيم سبيعي مع والده الذي منحه مزيداً من الصلاحيات، وقاد مرحلة الانتقال من العمل المصرفي الورقي إلى الرقمي، الأمر الذي انعكس على توسع أعماله وتسريع العمليات المصرفية.
خبير الصرافة السعودية روى لنا قصصاً من التحديات التي واجهته وكيف تغلب عليها. لا شك أنه أي شركة أو أي عمل تجاري يمر في ظروف جيدة وظروف سيئة، يجب أن يكون جاهز لهذه الظروف، عنده احتياطيات جاهزة لو حصل ظروف خسارة في بعض الأشياء، يتوقع المخاطرة، يجب أن يكون يعني متحفظ على بعض أعماله، لكن ما هو متحفظ 100%. نسبة المخاطرة لا بد تكون موجودة في العمل التجاري. لا شك أنه أي شركة تمر في ظروف، لكن عدم التهور والمخاطرة الكبيرة والطمع، فهذا هو يعني اللي يساعد على الحد من المخاطر الكبيرة للشركات. يعني كما في شكل عمل الصرافة كان جدا بسيط، جدا جدا بسيط، المعلومات والأسعار كانت تجينا بعد أسبوع أو بعد 10 أيام، وتجينا أحيان برقيات وغير واضحة، نقل العملات النقدية من مكة إلى جدة إلى المطار إلى خارج المملكة كانت جدا بسيطة وخطرة، لكن الحمد لله الأمن والأمان موجود. يعني في ما شك عمل كان بسيط، التقنية ما كانت موجودة، الحاسب الآلي ما كان موجود، كله على ورق وعلى دفاتر، الثقة كانت موجودة بين المجموعة. يعني مرت في مرحلة كانت صعبة، لكن مرت، يعني لابد كل عمل لابد له مراحل، لكن كانت جدا بسيطة، جدا بدائية، يعني وكنا نستفيد من الدول المجاورة مثلا، يعني بالاتصالات أحيانا بالتليفون تطلب الأسعار، تطلب معلومات، حتى يجيك الخط عشان تكلم مثلا. ذيك الأيام كان في لبنان كان متطور وعنده موضوع العملات أفضل من عندنا، كنا نطلبه يأخذ معنا 3 أيام حتى تحصل على خط مكالمة إلى بيروت تأخذ منهم أسعار معلومات. الكويت كان برضو 60s كان فيه تواصل معهم، كذلك الاتصال كان صعب يأخذ أوقات، الاتصال كان من بين جدة ومكة يأخذ 3 ساعات حتى تسجل مكالمة، بعد 3 ساعات تجيك مكالمة من جدة ومكة عشان تأخذ معلومة من أو تأخذ أي اتصال بين المدن الداخلية. الحمد لله التقنية يعني تطورنا تطور كبير الحمد لله، يعني نفتخر فيه. الحوادث الخارجية عن طريق التلكس، كان في تلكس عندنا موجود، جهاز تلكس طابعة، هذه الطابعة، وكان نحول فيها على أمريكا، كنا نحول على أمريكا وعلى مصر، يعني هذا كان لا بأس فيه، كان ما يطول يعني خلال يعني ساعات. التلكس هذا تقنية حصلت مؤخرا، طبعا الآن ألغيت، فكان موجودة، لكن قبلها طبعا كانت حسب الثقة. يعني أتذكر قصص من القصص، مرة كان فيه أحد العملاء في إيطاليا وعميلة هي مهمة عندنا، فكانت محتاجة إلى حوالي 20,000 دولار، كلمتنا بالتليفون منها قالت أنا أحتاج 20,000 دولار. كلمنا واحد صديق لنا في إيطاليا، قلنا له سلمها المبلغ، مجرد كلام، فراح لها وكلمها بالتليفون بالفندق واتفق معها وراح مع زميله وسلمها المبلغ. فكان زميله يقول له يعني كيف تسلمها ولا تعرفها ولا شيء، ولا السبيع يمكن ما يحول لك ولا. فكانت يعني الثقة موجودة، مجرد كلام، لكن أعطاها المبلغ وخلصت شغلها هي وأعمالها. فيعني العمل كان بسيط جدا، لكن الثقة كانت موجودة والعلاقات، فيعني الحمد لله. وقصص يعني كثيرة من هذه. أتذكر برضو كذلك مرة في القاهرة كان في واحد من العملاء يعني كبير عندنا كذلك رحمه الله، وكان في القاهرة واتصل فينا، كان معه شيك مسحوب على بنك الأهلي المصري في القاهرة مبلغ 1,000 دولار، 1,000 جنيه مصري. فلما راح راجع البنك قالوا له التوقيع غير مطابق، فكلمنا منك وكان محتاج يعني هو مسافر
كلمنا بالتليفون وبلغنا أنه هذا. أنا كنت صدفة في لبنان، كلمني الوالد قال روح القاهرة وحل الموضوع. فرحت القاهرة واتصلت في البنك وحليت الموضوع، واتصلوا فيه بالتليفون قال تعال شيخك جاهز. ف يعني كانت خدمات الحمد لله نقدمها، أعجب الشخص كثير فإننا يعني جينا إحنا شخصياً، فيعني كان لها دور يعني خدمة العملاء، والتصرفات كانت يعني بسيطة لكن سرعة اتخاذ القرار والخدمة يعني مهمة. طبعاً ذيك الأيام العملات لما نجمعها في مكة عملات مختلفة، فكنا نجمعها العملات هذه في شنط ونشحنها إلى لبنان، أكثر شيء لبنان كنا نشحنها لهم، ولبنان هم يصرفوها إلى دول أخرى. أو كذلك الرياض، أحيانا نحتاج مبالغ للرياض نرسلها للرياض، فما كان في يعني لا شحن ولا، فكان نحطها في شنطة ويروح الوالد إلى المطار، الطيارة تمشي الصبح يروح في الليل يجي المطار وينام في المطار في ساحة المطار، يجي شخص مسافر ما يعرفه أحيانا وأحيانا يعرفه أحيانا ما يعرفه، فيقول له هذه الشنطة سلمها لمكتبنا في الرياض، لا يعرف اسمه ولا يعرف فمرة مرات سلم واحد شخص رايح الرياض في شنطة، فقال له إنه اتصلنا في الرياض قلنا لهم ترى جتكم الشنطة الفلانية فيها العملات مع شخص أسمر عليه سن ذهب يعني بس. فيعني راحوا المطار هم وشافوا الشخص، طلع من المطار يعني تعرفوا عليه واخذوا الشنطه منه يعني. فكنا العمل كله كان بسيط يعني يعني الحمد لله العمل الثقه موجوده، وعلينا الزكاه الواحد يكون يزكي على امواله على هذا يعني الحمد لله يعني يطهر اي اخطار ان شاء الله. اتذكر مره مثلا انا كنت اشتريت احنا بالعملات، اشتريت جنيه استرليني 3 مليون جنيه استرليني من لندن عن طريق التليكس، ذيك الايام كان فيه تليكس وكان فيه التخاطب في الصفقات في البورصه، نزل سعرها ثاني يوم صار فيها خساره يعني حوالي يمكن 10 مليون ريال ذيك الايام، لكن انتظرنا عليها حوالي يمكن شهر، الحمد لله رجع السعر وغطت الخساره وصار فيها ارباح بسيطه الحمد لله. يعني التجارة لابد يكون فيها خسائر يعني. طبعا الوالد لما شاف انه يعني في اشياء يعني كثيرة انا مثلا اعملها وعندي طموح فيها، وعندي مثلا ادخلنا تليكس يعني ما كان فيه موجود تليكس، ادخلنا الحاسب الآلي البسيط ان سي ار انا جبته مثلا في المكتب عندنا على اساس يكون حسابات في السابق، فتخلصنا من الدفاتر الورقية والكتابات. بعدين الوالد يعني أعطاني صلاحية أكثر جزاه الله خير والله يطول عمره، ففتحت فرع في شارع الستين في جدة هنا، لأن كان فرعنا في شارع قابل، وشارع قابل زحمة مواقف صعبة للعملاء ومكتب صغير وقديم، فرغبت أني أفتح مكتب ثاني في شارع الستين، كان في المطار القديم هناك موجود وكان جنب المطار وكان في حركة أكثر، محل وسيع وجميل ومواقف سيارات. الوالد ما كان يعني مثلا رغبان انه ينتقل الى هذاك المكتب، فلما شاف الراحه ترك المكتب اللي بشارع قابل، في موظفين استمر العمل فيه، وانتقلنا احنا في شارع 60، كان موجود هو شارع 60 وانا موجود، طورنا العمل وفتحنا فرع ثاني كذلك في شارع فلسطين، فتحنا فرع في المدينه. يعني العمل تطور بعد كذا اكثر، وصار عندي انا الحمد لله يعني صلاحيات اكثر وثقه اكثر، الوالد ارتاح كثير يعني، وصار يشرف علينا ويوجهنا ويدعو لنا جزاه الله خير. احنا الحمد لله نعتز انه كان لنا عملاء في السابق في الصرافه نفتخر فيهم، وامثال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، عبد العزيز بن باز والشيخ بن عثيمين، وبعض السفراء محمد الشبيلي، عبد الوهاب عبد الواسع، يعني كان شخصيات كانوا يتعاملون معنا في شارع قابل. أتذكر أنا كنت أجي أسوي الشاهي وكمراسل كانوا يجون يزوروننا في المكتب ويقدم لهم بعض خدمات.
يعني أنا أقول لك ليش هم يتعاملون مع الصرافين أو معنا إحنا ولا يتعاملون مع البنوك. أول شيء الصرافين كانوا من عوائل معروفة ودائم في مجالسهم ودائم علاقتهم معهم. ثانيا تعاملهم سهل، لو اتصل فيك من خارج المملكة أو من أي منطقة أخرى سلم ابني مبلغ معين أو سلم سواقي مبلغ معين أو سلم نسلمه إياه بدون أي تردد بدون أي ورقة بدون أي شيء، بينما البنوك التقليدية الموجودة في أي مكان في العالم لابد ترسل خطاب، لازم ترسل استمارة موقعة، يعني في بعض الضوابط يعني كانت. فكانوا ذيك الأيام يعني يتعاملون معنا إحنا يعني وثقتهم فينا الحمد لله، وكان يعني عملنا وقته أطول. البنوك مثلا محدد دوامهم إلى الساعة مثلا 2-3 الظهر، بينما إحنا دوامنا يستمر إلى الساعة 10 في الليل يعني. فكان تعاملهم معنا يعني الحمد لله، وكان علاقتنا معهم يعني الحمد لله جيدة. استمر عمله في مهنة الصرافة إلى أن قادته النجاحات للمساهمة الفاعلة في إنشاء بنك البلاد عام 2006 مع مجموعة من المؤسسين من أقرانه في المهنة، مرحلة مهمة في مسار الأعمال ونقلة نوعية أرجعها إلى متانة الوضع الاقتصادي في المملكة المشجعة على الاندماجات والتكتلات الاقتصادية القوية والقادرة على مواجهة مثيلاتها محلياً ودولياً. بنك البلاد يعني له قصة. يعني أول شيء الصرافين كان عدد كبير من الصرافين موجودين في المملكة، كان في يعني يقودون إلى الضوابط، يقودون إلى الإشراف في مؤسسة النقد، فيها مخاطرات، حصل فيها إفلاسات، في تجاوزات مع الصرافين. فحرصت مؤسسة النقد البنك المركزي الحالي على تنظيم هذه المصارف، فاختاروا المصارف وطلبوا من جميع المصارف أنه يدخلون في بنك جديد يضمهم. اختار 8 من الصرافين الكبار الدخول في هذا البنك، الباقين يعني ما دخلوا في البنك، استمروا في عمل، لكن كان عمل يعني حددوا عملهم، كان عملهم جدا بسيط، وقفوا الصرافة الكلية صارت بيع عملات فقط. بالنسبة لنا احنا دخلنا في البنك احنا ومجموعه من الاخوان، معنا المقيرن ومعنا الراجحي، واحد من اولاد الراجحي ومعنا الصيرفي، فاسسنا البنك البلاد عن طريق مؤسسه النقد، دعمتنا وساعدتنا يعني كثير، والحمد لله البنك يعني الان يشق طريقه ويساهم في المصرفيه الاسلاميه. ركزنا على المصرفيه الاسلاميه لان كان طبيعه عملنا بالسابق نفس النظام ونفس الترتيب. فالحمد لله يعني أتذكر أول مساهمة كانت فيه لما فتحنا مساهمة عامة 8 مليون مساهم دخل معنا في البنك. إحنا كمؤسسين 8 المؤسسين نملك حوالي 45% من الأسهم و 65% للمساهمين. يعني البنك الحمد لله الآن من البنوك الرائدة اللي ساهم في الاقتصاد السعودي. لا البنوك إنشاء البنوك صعبة جدا، إنشاء بنك من البنوك في المملكة كان صعب، هذا من رابع المستحيلات يعني، والرخصة يمكن تسوى لها يعني مبلغ يعني ما على كل حال. لكن مؤسسة النقد هي رغبت أن هذول الصرافين يعني يجب أن ينظموا، يجب أن يشرف عليهم ومراقبتهم في طريقة حديثة سليمة، لا بد منها يعني هي تحويل البنوك. ولا يقوم أي بنك بعد كذا، أي بنك الانصرافة ما قام بعد كذا، بنك البلد، بنك البلد فقط. في بنك الإنماء فيما بعد أسس، هذا كان في نظامه يختلف، لكن البنوك صعبة جدا. الآن في البنك المركزي يعني عنده الآن خطة على أساس طبعا دمج البنوك مع بعض، وبعدين إنشاء بنوك أو موافقة على فتح فروع البنوك أجنبية بنظام محدود. يعني الحمد لله احنا يعني القطاع المصرفي او القطاع الاقتصادي عندنا يعني قوي جدا وسليم،
بنك البلاد أول شيء هو أساساً متكون من مجموعة صرافين خبرات سابقة قديمة من 70-80 سنة، هذا واحد. اختار المصرفية الإسلامية، مساهمينه 8 مليون مساهم في ذاك الفترة، يعني أكبر الشركات المساهمة تعتبر. خدماته كلها منتوجات مرابحة، منتوجات تتفق مع الشريعة الإسلامية. نظامه يعني مثل بعض المحددة مثلا زي الراجحي، زي بعض بنك الإنماء، يعني نفس الخدمات اللي بيقدموها، لكن هو يعني 70-80% خدمات بنكية أخرى تقليدية، نفس الخدمات بيذولوها لكنه بطريقة منتوجات مرابحة مصرفية إسلامية. بالنسبة للمصرفية الإسلامية هي عبارة عن وجود لجنة شرعية تدرس المنتوجات والتعاملات البنكية، إنها بعيدة عن الربوية، كل أعمال بعيدة عن الربوية أو الفوائد، تحفظ حقوق البنك وتحفظ حقوق المواطن أو المساهم أو المودع أو المستفيد من البنك. البنوك الأخرى إحنا وياهم يعني أسرة واحدة، يعني ودائما أنا أستضيفهم عندي هنا في الديوانية، نجيب بنك من البنوك يعني قد يكون أجنبي قد يكون صديق، نتكلم عن البنوك ونتكلم عن الاقتصاد، فعلاقتي معهم جدا جيدة ونفتخر فيهم، وخبرات مميزة يستفيد منهم. يعني المنافسة في مجال ومجال، يعني المجال اللي هم عملهم عملهم والعمل كبير، وبلدنا الحمد لله مفتوح للجميع، يعني اللي يقدم خدمة أفضل يحققها، والحمد لله العمل موجود كثير، موجود الفرص موجودة، بلدنا الحمد لله حرية التجارة، ثبات الريال السعودي، هذه كلها أشياء تساعد على قوة الاقتصاد وعمل البنوك. طبعا رضا الناس غاية لا تدرك، يعني مهما يقول يعني أحد راضي عن كل شيء في بيته وأشياء ما هو راضي عنها. البنوك كذلك، البنوك لها ناس يعني راضين عنها وفي ناس غير راضين عنها. البنوك كأي قطاع آخر في إيجابيات كبيرة وسمعة واقتصاد وتنمية وخدمات بيقدمها، في عليه ملاحظات، يمكن عليه ملاحظات بعض البنوك بعض الأشياء، لكن أنا بعطيك يعني إنه البنوك عندها ريسك كبير، عندها خطورة لما تقرض ناس إقراض، هذا الإقراض أموال مساهمين، أموال مودعين، هذه أموال ليست لها، للمودعين، فإذا ما عملت ضوابط للإقراض تحفظ حقها وحق المودعين وتحفظ عائد معقول، يعني معقول لهم، وهذا كله محدد من البنك المركزي، يعني ما بيحددوه من، فما هو جشع هذا، أنا ما أشوفه جشع، أنا أشوف أنه خيارات موجودة، يعني كل بنك عنده خيار موجودة، وانت عندك حوالي 10-15 بنك، انت اختار بنك من اللي تتعامل معهم، ما اذا هذا جشع فوت اخر. وبعدين زي ما قلنا انه يعني هذه قروض لابد يكون البنك عنده مصاريف عنده لازم يكون له دخل، يعني عملهم في خطورة كبيرة ومغامرة، فلو فلتوها وسهلوها بشكل اكبر قد يكون يصير عندنا إفلاسات، والإفلاسات هذه حتنعكس على المواطن، لأنه هو المساهم وهو المودع الرئيسي في هذه البنوك. أنا أول شيء أحب أشيد في بنك المركزي في اختيار التقنيات الموجودة في المصارف والبنوك بشكل جيد، وحرصوا على استفادة منها. إحنا الحمد لله يعني أفضل من كثير من الدول المجاورة وحتى الدول الأوروبية، عندنا خدمات مصرفية بالتقنية وسريعة ما هي موجودة في بنوك أجنبية، فهذا كله بفضل الله، ثم بفضل مؤسسة النقد أو البنك المركزي أنه حريص على التقنيات. طبعا لا شك أنه في تقنيات متسارعة كثيرة، البيتكوين والبنوك الرقمية، حوالي قبل أسبوعين صار في موافقة على إنشاء بنك رقمي، هذا أول بنك رقمي يوافق على إنشاؤه، فهذا حيكون نقلة جديدة. طبعاً كل واحد له دور، يعني البنوك التقليدية والموجودة لها دور ولها نشاط، حتطور نفسها وحتلاحق البنوك الأخرى،
البنوك الرقمية اللي متوقعة حتخدم شريحة معينة. البلد والحوالات هذه مطلوبة ودورة اقتصادية كبيرة، وحنشوف أشياء جديدة، حنشوف أشياء جديدة. يعني من كان يصدق التقنيات الموجودة في الجوال وغير الجوال وإنترنت والإيميلات والأشياء هذه؟ يعني الحمد لله، يعني التطور التنمية اللي موجود فيها حنتقبلها بشكل رحب الحمد لله. الاستثمار في مجال الصرافة لا يمثل إلا 40% من تركيز أعماله، فهو يرى أن التنوع في الاستثمارات يحفظ الأموال من المخاطر والانهيار. وصف العقار بالابن البار الذي لا يمكن الاستغناء عنه، فاستثمر فيه قرابة 60% من رأس ماله، ولا يزال يراه جاذباً على مر الأزمان. عملنا احنا يعني البنوك يعني جزء منه، واحد من جزء، لكن عملنا الاكثر في العقار، كان في العقار يعني نسبته اكبر حوالي 60%، العمل المصرفي جزء اخر مع الاستثمارات الاخرى في الاسهم واستثمارات مشاريع اخرى متعدده. يعني المشاريع المتعدده مثل عندنا مزرعه الروبيان في جنوب جده في منطقه الليث، من اكبر المزارع الاسماك والروبيان، حمل مشروع الحمد لله وطني كبير مع شركائنا الشيخ سليمان الراجحي وأبناء رشيد البلاع. يعني هذا عمل واحد من الأعمال الكبيرة اللي نعتز فيها الحمد لله، وهذا أمن يعني غذائي للوطن الحمد لله. يعني جلس حوالي سنوات يعني لا يحقق أرباح، يعني استمر رغم أننا الحمد لله وجدنا دعم كبير من الدولة ومن وزارة الزراعة والبيئة الآن، يعني في دعم كبير، وحنا الآن رأس مالنا الحمد لله، ويعني ماشي المشروع ماشي إلى بأس فيه، وأمن غذائي إحنا هذا هدفنا يعني. والله هو العقار يعني أنا أعتبره هو الابن البار، يعني العقار مهما يكون والعقار حيستفيد منه كل شخص، أي شخص يعني يتخرج يتزوج يحتاج يكون له سكن، السكن هذا يعني شيء من ضروريات، يعني الأكل والسكن هذا من الضروريات، فما حد يستغني عنه يعني في أي وقت في أي زمان. العقار احنا كان عندنا تركيز عليه كبير، الحمد لله يعني تطورنا فيه واستفدنا منه كثير، وصل لبعض مراحل معينه، مثلا صار في ازمات وصار في انتكاسات ونزول. بالنسبه لوزاره الاسكان انا اكرر اشيد فيهم، يعني بعد التراكمات الكبيره اللي كانت موجوده والانتظار في الاسكان للمواطنين وعدم وجود سكن وعدد كبير من المواطنين، يعني صراحة خلقوا منتوجات الوزارة ممثلة في وزير الإسكان ماجد الحكيم، يعني صراحة خلقوا منتوجات وأفكار جديدة وتعاونوا مع البنوك. البنوك لها دور كبير كذلك من خلال الوزارة أنها تدعم هذه المواطنين بحقها، يعني ما هو ببلاش، لكن حفظت حقوق المواطنين، حفظت حقوق البنك، حفظت حقوق الوزارة. الوزارة كان عندها يعني بعض أشياء استفادت من البنوك من أفكارها. الآن أنت ما في انتظار يعني في الإسكان، كنا في انتظار 4 أو 5 سنوات حتى تحصل على المنحة، قرض وسكن أو قرض وأرض، أرض وقرض. الآن يعني خلال أيام تحصل على السكن مناسب. أنا اقترح أنه يعني مثلا المخططات الجديدة يجب أن يكون في عندنا الوزارة يعني تسهل بإيجاد مخططات جديدة خارج المدن، وكذلك وجود ضواحي مكملة للمدن متكاملة، على أساس مثل زي درة العروس، زي مشروع الأمير فواز في جدة، زي درة الرياض، زي مناطق تكون مجاورة فيها شيء متكامل، على أساس المواطن بدل ما يشتري داخل المدينة في 3,000 ريال ولا 5,000 ريال متر، يشتري في هذه المنطقة 200 ريال 300 ريال، وسكن متكامل، خدمات متكاملة. يعني هذا أنا أؤيد أنه يكون في ضواحي هذه موجودة، وهذه تساعد كثير. الغرف التجارية لها دور كبير، يعني قد يكون يعني أنه غير متكامل لظروف معينة عندها تحديات، لكن لها دور أنها مظلة
مظلة لرجل الأعمال التاجر في أي شيء، أي مشكلة عندك، أي وضع عندك، أي استشارة، أي يعني تبون فيه الغرف التجارية، بس أنت راجعها. يعني للأسف أكثر المنتسبين وأكثر المشتركين في الغرفة أو رجال أعمال بعضهم غير مشتركين لا يتواصلوا مع الغرفة، تواصلهم مع الغرفة التجارية بالاستشارة، بالاجتماعات، بالوفود، بالزيارات، يعني هذه كلها تساعد الغرفة التجارية. يعني لها دور، لكن لازم تقول أنها مفروض يكون لها دور أكبر. الوزارة يعني دعمتها بشكل كبير، كذلك يعني دمج بعض الغرف التجارية. أنا أشوف بعض الغرف التجارية كثيرة بعض المناطق ما لها لزوم تدمج في عشان توحد، زي ما سووا البنوك، البنوك لما دمجت صار فيه إيجابية كبيرة، كذلك الغرف التجارية تدمج يكون لها فروع متعددة. يعني مثلا جدة ليش يكون في مكتب واحد مثلا فقط، يكون في أكثر 4-5 مثلا، البنوك لها 20 فرع مثلا في جدة، الغرف التجارية كلها 3-4 فروع. فيعني الغرف التجارية تواصلها مع رجال الأعمال جيد لكن مطلوب منها أكثر، تواصلها مع الدول الحكومية جيد لكن المفروض يكون في أفضل. يعني انتخابات الغرف التجارية كذلك أنا أرى أنها يعني صار عليها تعديلات كثيرة، كان عليها ملاحظات كثيرة، إن شاء الله أنها يعني تؤدي الدور أكثر الآن. إبراهيم سبيعي ورث عن والده الريادة في العمل الخيري والسيرة العطرة المليئة بالبذل والعطاء والاعتماد على الذات. ويأتي تأسيس مؤسسة سبيعي الخيرية لتقديم أحد النماذج المشرقة في العمل الخيري لتعمل على تطوير القطاع الثالث وآلياته وضمان استمراريته ليكون عطاء متواصلا يسهم في دعم الأعمال الإنسانية. الحمد لله، نعم، يعني الوالد والعم يعني الحمد لله يعني الناس المتدينين. أنا أذكر الوالد يحكي لنا قبل حوالي أشهر يقول لا أذكر أنني ما يعني صليت في المسجد أي فرض، لا أذكر. الآن عمره 90 سنة، لا. فيعني هذه أشياء تدينهم، والحمد لله يعني يعني ومن بيئة يعني الحمد لله في هذا المجال. التدين هو اللي أعطانا هذه التربية وهذه الحمد لله. وبعدين هذا يعني خيار موجود، يعني ليش تروح أنت خيار الثاني الربوي ولا الخيارات الأخرى اللي في عليها ملاحظات؟ هذا عندك موجود وفي جميع المتكامل وجميع، يعني إحنا وجدنا أنه هذا أفضل كثير، والله يبارك لك، والله يعني نيتك طيبة يعني سهل أمورك كلها. طبعا العمل الخيري أو التعاوني أو هذا موجود، وإحنا الحمد لله يعني ساهمتنا فيه كبيرة من خلال مؤسسة السبيعي الخيرية بشكل كبير، لنا دور كبير ونعتبر من المؤسسات الرائدة في هذا المجال، الثانية أو الثالثة تعتبر في المملكة، جهودها كبيرة. بالنسبة للجمعيات الخيرية أنا عضو في أكثر من 8 جمعيات خيرية، متطوع وداعم وراعي لهذه الجمعيات بالمشورة وبالمادة وبالمشاركة. يعني هذا عمل خيري يجب واحد يكون يعني، وخاصة بعد المحطات الخيرة الكثيرة اللي مرينا فيها والعمل هذا، يعني يجب أن يكون في آخر عمره الواحد شخص يعني يركز على المساهمة في هذه الجمعيات وهذه الأعمال. والله عمل هذا كبير، عمل خيري كبير جدا، وفي أخطاء لما أقول لك وفي إيجابيات، لكن إيجابيات كبيرة. الآن الوزارة صراحة يعني مهتمة في هذا الموضوع، شكلت لجان، عندها أفكار، عندها رؤية استراتيجية، يعني حيكون في نقلة وحيكون في تغيير كبير لهذه الجمعيات إلى الإيجابي. والعمل الحمد لله عندنا يعني جيد خيري، لكن لا يزال في مناطق تحتاج إلى العمل الخيري، وخاصة في المناطق البعيدة عن المدن يعني تحتاج إلى، يعني لا قلت فيه أخطاء، لكن الأخطاء أي عمل لا بد يكون فيه أخطاء. يعني أنا أحب أتطرق لموضوع الأوقاف. الأوقاف صفة عامة، يعني هي مهمة في أي عمل اجتماعي أو عمل خيري أو عمل أي عمل، يجب أن يكون فيه أوقاف تدر وتصرف على هذا المشروع.
إذا لم يوجد أوقاف تصرف على هذا المشروع سوف يتوقف. ففي البداية أنا أشوف مثلا الجمعيات الخيرية كثيرة تفتح ويسمح لها سهولة الآن في مرونة. أنا أتمنى أنه يكون يشرط على كل جمعية تفتح مقر لها نشاط خيري أو اجتماعي يلزم المؤسسين بإيجاد أوقاف لها تصرف عليها. هذا واحد. ثاني شيء، الأوقاف الموجودة عندنا في مكة المكرمة وفي جدة وفي مناطق أخرى مهملة. هيئة الأوقاف مهتمة فيها الآن، والآن أسسوها وفي متابعة وفي استراتيجية إن شاء الله تكون ناجحة. أنا أتمنى لهذه الأوقاف المهملة والضائعة واعتبرها مسروقة يمكن بعضها، للأسف أنها يعني لو توزع على هذه الجمعيات الخيرية، يعني مصارف الأوقاف هي الجمعيات الخيرية زي مصارف الزكاة، الصدقاء والفقراء والمساكين والعامل عليها والمؤلف قلوبهم، كذلك الأوقاف وين مصارفها؟ مصارفها الجمعيات الخيرية، الأيتام والعمل الخيري والزواج أي عمل. فالأوقاف هذه الموجودة في عندنا في مناطق أخرى، أول أنها مهملة، ثاني شيء أنها غير مستغلة. لو توزع على كل جمعية خيرية وقف من هذه الأوقاف بصفة يعني مدة معينة 30 سنة 40 سنة، استثمر هذه الأوقاف ابنها واستثمرها لكن لهذه الجمعية أفضل من جلوسها مهملة في مناطق، ويصير ويحقق منها هذه الجمعية عائد يصرف عليه في عمل خيري. فهذه من الأشياء اللي أنا أرجو إن شاء الله هيئة الأوقاف تتبنى هذه الفكرة. قلنا لها إيجابيتين، الإيجابية الأولى أنها تحفظ وتنظم وعدم تهمل، وثانيا أنها تسلم لهذه الجمعيات للصرف عليها خلال أنشطتها. الأمانة والمصداقية أسهل طريق للرزق، هكذا لخص ضيف الألف ميل أساسيات النجاح في التجارة، وأكد على الواقعية في الاستثمار والدخول في المشاريع، وكرر دائماً طلب النصح باستشارة أهل الخبرة والاستفادة من دروس السابقين. أنا بطبيعتي يعني اجتماعي يمكن زيادة على اللزوم، يعني فبحب الاجتماعات وبحب العلاقات التواصل يعني بشكل كبير. عندي ديوانيتي هنا أستضيف فيها يعني مجموعات من رجال الأعمال، من التكريم كرمت أكثر من شخص، كرمت ناصر السلوم رحمه الله يعطيه الصحة والعافية وزير النقل وزير المواصلات، كرمت صالح التركي، كرمت عبد الله المعلمي، كرمت صالح كامل جاء عندي هنا وكرمناه يعني رحمه الله، يعني كثير من الشخصيات يعني وأنا أفتخر فيهم يعني انهم يعني جو مجلسي هذا. فيعني علاقات عامه، عندي مجموعه من الاصدقاء سواء وزراء او رجال اعمال يشاركوني هذه المجلس في اوقات متعدده. الان الكورونا طبعا وقفنا هذا الشيء بصفه مؤقته، كذلك يعني لي رحلات يعني متعدده في ربوع بلادي يعني مع 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 زملاء واصدقاء و وعيان يعني وتجار. رحنا القصيم عدة مرات ومستمرين كل سنة نروح القصيم حتى الآن، أكثر من 10 رحلات الآن القصيم مع هذه المجموعة ومع غيرها مجموعات أخرى. أحرص أني أخذ مجموعات جديدة للاطلاع على بعض مناطق أخرى من المملكة. أنا زعم في البداية لما يعني في البداية قبل مثلا 10 سنوات 15 سنة ما كنت اجتماعي بهذا الحجم يعني، ولا كنت مركز على العمل وكنت مشغول في العمل، وهذه من الأشياء الأخطاء اللي يعني كنت ركزت كثير في العمل وأشغلت نفسي يعني وما كنت فتحت لي يعني مجالات أخرى ويمكن ضاعت علي بعض فرص يعني صراحة. لكن المدة الأخيرة يعني أول شيء يعني أني اعتمدت على الأبناء، استلموا الأعمال الأبناء الحمد لله، وبعدين بالنسبة أخذت راحتي أكثر، صار في تواصلي يعني أكثر، يعني وجدت أنه هذا شيء جيد وريحت عن نفسي يعني ارتحت واستفدت. وبعدين يعني يمكن اخفيك يعني كان يسموني سفير القصيم الان، يعني عده سفرات رحت المنطقه حتى الامير جزاه الله خير امير المنطقه اطلق عليه هذا الاسم.
فيعني انه شيء هذا شيء نفتخر فيه. واكد لك ان بلدنا الحمد لله فيها اشياء ما هي موجوده. رحنا امريكا ورحنا استراليا، وبينما مناطق اخرى قريبه من عندنا ما رحنا لها، يعني اكثر من زملائنا لما راحوا يعني استغربوا واعجبوا فيها. يعني قبل شهرين رحنا جيزان معي زملاء، الأول مرة يروحون يشوفون جيزان، رحت لها 3 مرات فأعجبوا فيها. يعني جيزان كذلك فيها منطقة أنا يعني صراحة فيها نقلة نوعية، فيها خدمات موجودة، تجمع الشواطئ جيدة، تجمع الصناعة الزراعة. الجو الشتوي هذا غير موجود في المملكة ولا في الخارج، يعني فيعني بعض مناطق يعني يتميزوا في أشياء هذا. فيعني السياحة عندنا الحمد لله الآن يعني بدأت تأخذ أفق ثاني، يعني اهتمام فيها. عندنا مشروع سياحي في الهدى إن شاء الله حيكون إن شاء الله نقلة نوعية كذلك. والله أنا أنصح نفسي قبلهم وأبنائي إنه الشخص يكون أول شيء الأمانة، الأمانة والمصداقية هذا أهم شيء. بعدين ما يفكر مشروع كبير أكبر منه، يبدأ في مشروع صغير، يبدأ مشاركة مع شخص آخر في البداية، لا يضع كل رأس ماله في هذا المشروع. كذلك يكون يخطط، لا يعمل شيء عشوائي، يدخل في مجال يعرفه ويسمع شخص نجح في محطة بنزين ولا صيدلية ولا شيء بقالة يدخل في هذا المجال، لا، يجب أن يكون هو يتخصص في شيء معين يراه مناسب له. كذلك يهتم في عمله ويتابع عمله، لا يهمله على الموظفين وعلى العمالة والأشياء ولا يزوره ولا يتابعه، يتابعه يعني إذا مو يوميا دائما. يكون له عنده ميزانية، عنده رأس مال يعني يكفي هذا المشروع حتى لا يتوقف في نص الطريق، يبدأ من قليل ومرحلة أولى ومرحلة ثانية وهكذا. يستشير، يجب أن يستشير أصحاب الخبرة، لا يدخل على مشروع هو لوحده، أما يشاركه أو أقل له يستشيره يعني ويأخذ فكرة منه. يعني العمل أمانة، أكد على أمانة والمصداقية، هذه أهم شيء عشان الله يوفقك في عملك. والحمد لله أنا متفائل وفخور في الوطن والوطنية الحمد لله، والرؤية 2030 والتنمية اللي موجودة، وتفائل الحمد لله في أن حيكون بلدنا من العالم الأول نفتخر فيه، وبدأنا الآن نحس في الصحة وفي مجالات أخرى وفي الاقتصاد والتقنية. يعني الحمد لله أن بلدنا فيها كل شيء، الله يوفق الجميع إن شاء الله. يعني الحمد لله بخير، احنا خير الى خير. احد ابرز مؤسسي العمل المصرفي في السعودية نشأ مع النجاح وعمل للمحافظة عليه في مهمة هي اصعب من النجاح نفسه. ابراهيم السبيعي روى لنا قصصا في المثابرة واقتناس الفرص من طفل صغير يعمل على تقديم الشاي للعملاء الى احد ابرز رجال الاعمال، ورغم كل ما تحقق له الا انه يرى ان الثراء الحقيقي يكمن في السمعة الطيبة والعمل الصالح. وكفى